السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده بتعمل ايه؟ بترفع الشخصية اللي انت عايزها، هو يضيف لها حركة، تمام؟ يعني ممكن تكون انت راسمها بايديك، او ممكن طفلك راسمها، او ممكن تجيبها من على النت وتبدأ ان انت تحرك الشخصية دي. طيب خليني اجي هنا في مثلا محرك البحث واكتب اسم الشخصية اللي انا عايزها. انا اخترت مثلا شخصية جوحة، تمام، واجي هنا واقول له انا عايز الصورة تكون من غير خلفية، او الخلفية بيضاء، او خلفية لها لون مميز بحيث انه ميحصلش فيها تلوث مع الخلفية، تمام. ممكن مثلا ناخد مثلا، انا خدت الشخصية ديت او الصورة دي، تمام، وهقول له سيفها لي عشان نبدأ ارفعها على الموقع. وبعد كده هاجي على الموقع وهقول له ابلود الفوتو، هو بيبدأ يتعرف على الصورة بالشكل دوت. ممكن في حرف مش موجودة معايا تبدأ تكبر أو تصغر لو أنت حابب. هو بقى بيشوف الشخصية، تمام. تقدر تحدد بعض الحاجات لو أنت تشيل بعض النقط أو تضيف بعض النقط. دي الأماكن اللي هو مثلا تحريك الإيد، تحريك الرجل، الحاجات دي كلها تقدر تغير في النقط ديت. بقى جاهز ان هو يتحرك، تمام. مجرد بس تختار الحركة اللي انت عايزها الشخصية بتاعتك تعمل نفس الحركة. تقدر تعمل فيكس وتصلح لو في أي مشاكل موجودة، مثلا حاسس إن دي ممكن تبقى كده، مثلا تبقى كده حاجة مثلا مش متوافقة مع الإيد أو مع الرجل أو كده، تقدر إن أنت تعدل فيها لو أنت حابب. تقدر ترسم، تزود، تقدر تعمل شير للحاجة اللي أنت عاملها.